بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إخوتنا الكرام، الإنسان أحياناً يتساءل ويقلق، وهذا القلق مقدس. هل قبل الله عملي؟ أحد التابعين الكبار الإمام الحسن البصري قال: التقيت بأربعين صحابياً، التقيت بأربعين صحابياً، ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً. فشيء من أن تتهم نفسك جيد وطيب وضروري، وشيء من أن تعتد بنفسك شيء غير مقبول. السبب أن الصحابة الكرام وهم قمم البشر في بدر افتقروا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، معنى أذلة مفتقرون للنصر، فانتصروا. هم قمم البشر، وفيهم سيد البشر في حنين، قال: لن نغلب من قلة. اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أنا أرى أن الحالة النفسية التي لا ترضي الله أن تعتد بنفسك وأن تقول أنا، يعني ملخص الملخص، بتقول أنا بيتخلى عنك، بتقول الله بيتولاك، فأنت بين التولي والتخلي. لما بتعزي ما أنت فيه إلى ذكائك، إلى متابعتك، إلى خبرتك، بيتخلى الله عز وجل. لما بتعزي ما أنت فيه من تفوق إلى فضل الله عز وجل، تقول: هذا من فضل ربي علي. لذلك الإنسان إذا قام بعمل، يعني عمل قد يكون علمي، إلقاء محاضرة، قد يكون عمل بنائي، عمل يعني معين، الدعاء المألوف: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وأنا أرى أن الوضع الذي لا يرضي الله والذي يعالج عليه الإنسان فوراً هذا. لك صديق بمنصب رفيع، أنت ذاهب إليه ومعتقد يقيناً أنه سيلبيك وسيرحب بك وسوف يستقبلك استقبالاً حاراً وسوف يودعك إلى آخر المكان، تفاجأ أنه غير مهتم بك. لكن القانون ما بيسمح، هي مفاجأة كبيرة جداً، لأنك لما ذهبت إليه اعتمدت عليه. فحينما تعتمد على غير الله، وحينما تضع ثقتك بغير الله، وحينما يكون الأمل بغير الله، انتظر تأديب الله لك. وهذا الدرس اليومي بل والساعي، بعمل، بتجارتك، تفتح المحل التجاري، نويت خدمة المسلمين، تخرج من بيتك، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي. إن كنت مدرس، إن كنت تاجر، إن كنت موظف، حينما تعتد بما عندك من خبرات ومن تراكمات، ولك مكانة كبيرة وعندك مال. يعني مرة كنت بجلسة، واحد قال كلمة والله أظنه صالحاً ولا أذكي على الله أحد، بس قال كلمة فيها شرك، قال: الدراهم مراهم،
هو غني براهن. اتهم اتهام ظالم وسيق إلى السجن وجلس بالمنفردة وبقي 63 يوم. الكلمة اللي ما فرقت ذهنه ولا ثانية الدراهم مراهم. الدراهم ليست مراهم، المراهم حفظ الله لك. لذلك بقدر ما تفتخر لله بتكون بأعلى درجة بالعلم، تحمل أعلى شهادة. أنا أقول الكلمة باللغة الدارجة، لما الإنسان يعتد بنفسه يلهم الخطأ والحيوانة، تلاقي عم يغلط. لما بتقول يا رب أنت الحافظ، يعني بيقول إنه اللي ترك لأولاده مال، لعل إنه المال يفسدهم. يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. الله يسأل الإنسان يوم القيامة، يسأل الغني أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول ما في هون كذب بلسان الحال، يقول يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يجيبه الله عز وجل إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته به. يقول لعبد آخر أنفق ماله في حياته، يقول له عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يقول الله له عبدي وأنا الحافظ لأولادك من بعدك. أنا لا أصدق أن إنسان ما أكل مال حرام الله يضيع أولاده. أعرف رجل صالح عاش للـ97، قلت له زوجته هالأولاد ما تركت لهم شيء، قال لي أنا ما أكلت مال حرام الله يحفظهم من بعدي. هذا الواقع. فأخواننا الكرام، الدين أعمق بكثير من أنه ركعتين تصليهم أو ليرتين تدفعهم، أعمق بكثير. منهج تفصيلي، منهج يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، منهج يدور معك حيثما كنت، بغناك، بفقرك، بصحتك، بمرضك، بقربك، ببعدك، بسفرك، بإقامتك، بدور معك بصحتك، بزوجتك، بأولادك، بسعادتك العامة، بعلاقاتك، منهج تفصيلي. لذلك ورد أيضاً أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. المعنى يجب أن تثق بوعد الله، فأنت مفتقر لكن مع الافتقار في رجاء. يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض أصحابه الذين توفاهم الله، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يزور المتوفى قبل دفنه في البيت، فسمع امرأة تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله. لو ثبت النبي لكان كلامها صحيحا، أنه هو النبي الكريم كلامه سنة وفعله سنة وإقراره يعني سكوته سنة وصفاته سنة، أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته. امرأة تقول تخاطب زوجها الذي توفاه الله هنيئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله، فقال لها ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا الموقف التوحيدي الأديب، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، قولي أرجو الله أن يكرمه. لا تقول لقد أكرمك الله،
ليس من شأن العبد أن يحكم على المستقبل يقيناً، المستقبل رجاء. فلذلك أخواننا الكرام، يعني عود نفسك قبل أن تقوم بعمل، أنت أستاذ في الجامعة قبل أن تلقي محاضرة، أنت تاجر قبل أن تفتح المحل، يا رب يعني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي. دخلت لبيتك، طلعت من بيتك، هذا الدعاء يدور معك، هو مخ العبادة، بل هو العبادة. بل بعضهم، وأنا معه في هذا التوجه، الله عز وجل حينما قال والذين هم على صلاتهم دائمون، دوام الصلاة ليس بحركاتها وسكناتها، في عندنا خمس صلوات، في قيام، ركوع، سجود، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. بس هو الآية على صلاتهم دائمون، قال بعضهم بالدعاء دائم، الاتصال بالله بالدعاء. فبكل عمل لك السافر في دعاء، يعني إنسان أيام، وهذا كلام دقيق جدا، يأخذ بالأسباب بكاملها ولا يحقق النجاح بأنه اعتمد عليها، وأحيانا لا يأخذ بها عصا. فإن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها وقعت في وادي الشرك، وإن لم تأخذ بها وقعت في وادي المعصية. يعني المنهج القويم طريق، عن يمينه وادي سحيق وعن يساره وادي سحيق. فإذا أخذت بالأسباب واعتمدت عليها وألهتها كما فعل الغرب فقد أشركت. والآية تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن لم تأخذ بها فقد عصيت، يعني للتقريب، عندك سفرة بعيدة مثلا بسيارتك، تراجع كل شيء، الزيت، المحرك، العجلات، بتراجع كل شيء. هذا هو العلم، وهذا هو الدين، وهذا هو الأدب. وبعد أن تراجع كل شيء تتوجه إلى الله في أعماقك، يا رب أنت المسلم وأنت الحافظ. إن لم تأخذ بالأسباب فقد عصيت، وإن أخذت بها واعتمدت عليها فقد أشركت. وأحياناً لسبب تافه لا تحقق الأسباب، سبب تافه. وبعتقد مرة رابعة وخامسة، ما في شيء تعالج به فوراً كهذا الذنب، أن تنسى الله وأن تعتد بقوتك، بذكائك، بعلمك. يعني هل يعقل أن يخاطب نبي كريم، بل هو أبو الأنبياء، فيقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ إبراهيم، هل يعقل أن يقول نبي كريم سيدنا يوسف رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين؟ أنت قوي بالله. والحقيقة ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. هذا التوحيد، وهذا التوحيد يعني الافتقار. لا يعني الافتقار أن تدع الأسباب، أن تأخذ بها وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لذلك الله عز وجل حينما تطبق هذا المنهج القويم، منهج سيد الأنبياء والمرسلين، الله يلقي في قلبك الأمن. والأمن، وأنا أعني ما أقول، نعمة لا يتمتع بها إلا المؤمن فقط. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، قذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ف
فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وينبغي أن نفرق بين السلامة والأمن. ممكن أن يمضي عام ما في شيء مزعج لك، كله صح، هذا ليس أمناً أي سلامة، هذا سلام. لكن الأمن السلام ألا تقع المصيبة، لكن الأمن ألا تتوقع المصيبة، لأنك من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. فالبطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني مع الأخذ بالأسباب في مزلة قدم أن تعتمد عليها، ومع عدم الأخذ بالأسباب في مزلة قدم وهي المعصية لم تأخذ بالأسباب. فينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن في إن شاء الله عامية تقصد بها ألا تفعل، هتدفعلنا الدين إن شاء الله، مو ناوي تفعل إن شاء الله، يعني ما حتفعل، هي إن شاء الله العامية العامية. أما ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سبحان الله، كان يحضر عندي بالشام رئيس المحكمة الدستورية، أكبر قاضي في سوريا. سبحان الله، يعني كان في دعوة إلى طعام، مروا ممكن دعيناك؟ قال والله إن شاء الله بيجي. مساء كان متوفى، إن شاء الله منه فيها أدب تمام، مو معناه ما حأجي، ناوي أجي بالمئة مليون، بس إن شاء الله إذا الله أمد بحياتي. كنت تابع مبارك ندوة تلفزيونية، بيقول الطرف للعالم إذا الله أحيانا الأسبوع القادم نتابع المقطع إذا الله أحيانا. فعلا في عنا إمام جامع، والله أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، لا يشكو من شيء إطلاقا. صلى الظهر إمام والعصر صلي عليه، يعني في قصص كثيرة جدا. لذلك في ملمح دقيق إن شاء الله الله يمكنني أن أوضحكم إياه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ربي الموت بيدي، أنا أملك أنه ما موت أو موت، يعني لا يأتينكم الموت إلا وأنتم مسلمون. يعني إذا كان بطاقة الطائرة ثمنها مليون، وإذا ما سافرت تخسرها كليا، ثمنها مليون وإن ما سافرت تخسرها، والشركة هي تأخذك من البيت وبتنتظر دقيقة واحدة، ماذا ينبغي أن تفعل؟ أن تقف وراء الباب حتى ما يفوتك المليون. لذلك لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يحفظ لكم إيمانكم وأهلكم وأولادكم وصحتكم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.